كيفاش سمعت؟ انت قلتي لي في حوار قبل ما نحب يكون الحوار هذي كامل في مرحلة الوزارة، صحيح اللي سمعت بروحك تنحيت في الأخبار بالوزارة في الأخبار وانت قاعد في الدار؟ قاعد في الدار وبالأخبار في الأخبار نهار أحد، لأن وقعت قبل بنهار مساومتي مع عند يوسف الشاهد، تخرج من وزارة الطرب وتجي المستشار. قلت ولا عيت لك قبل؟ قلت ولا هي عيتي، قالت مش مستشار. ساومك؟ ساومني هو والعزبي سليم العزيبي كان معاه. شوف قلت ليه وانا سعيد، سبريت خسرت تربية، ما رجعت الجامعة على روحي، اما ما كذبش على روحي، تكذب على بيت تكذب على روحك صعيب، ما كذبش على التوانسة. قلت لهم هاوش عندكم، راهو عندكم منظومة تربوية خاربة، من البنية الخاربة للتعليم الخارب، وما خنتش الباجي اللي عطا فيها ثقة رغم لا ما كانش بي معي، ما خنتش، لأن أنا تربيت على قيم عطاها لي والدي الدستوري المناضل القروي، تربيت على قيم القرية، على قيم الرجولية، على قيم الأخلاق، على قيم والقيم، أنا هذيك تربيتي، أنا ما نجمش نتكري تربيتي، جو سوي كوم سا أبروندر أو ليسي. ينجم اللي يسمع يقول لأنه نجي جلول وقتها كان ناوي على رئاسة الجمهورية من بعد. لما لا؟ وانا حسب ما نعرفه في الكواليس فما جماعه جاوا وقتها في اطار شكون اللي نسندوه شكون اللي نسميوه، قالوا لك هيا احنا معاك نسندوك ترشح لرئاسه الجمهوريه، لي سونداج نتاعك لي شيفر سون تري بون، اما اخرج من نداء تونس، اما اخرج من نداء هذاك. قلت له شكون وقتها اللي كان مجموعه من رجال الاعمال من الناس اللي عندهم نفوذ في البلاد، قالوا لي اخرج من قيادات في النداء بيدا، هو مازالوا في النداء وقتها مش برشا فما قيادة. ايه ما فما فما جوزة سامي كبيره انا وما يعاب علي الى اليوم انا ما تنكرتش البيج قد سبسي، بالرغم انا لكنك بالرغم انا نعرف انا البيجي كان 3% و4% نعرف الا سي البيجي كان موجوع ياسر من خيانة إذن الغنوشي. كان موجوع من خيانة الغنوشي، استنيتك باش تقول لي خيانة يوسف الشاهد. خيانة الغنوشي، شوف يوسف الشاهد والغنوشي نفس الشيء في الوطن. لا خليني في الغنوشي والبيجي قايد سبسي، شنو قال فيه الموضوع؟ يا سماح نسك في هذا النص جار الغنوشي ونعرف شكون يجي وشكون ما يمشيوش، داكوردو سيبون فهمت. اسمع شوف يوسف الشاهد والغنوشي كانوا نفس الشيء، وسي البيجي كان موجوع من الخيانة، وخاصة لما انقلب الغنوشي ويوسف الشاهد عليه في الاخر، تعش ولا يقول لي فك عليه وخلقت في الاخر رجل كبير، وكان حاسس الخيانة، كان عاشش الخيانة. البيجي كي تقول لي خيانة يعني راشد الغنوشي وحركة النهضة وقت اللي جات الحديث انهم باش يساندوا يوسف الشاهد يوظ الباجي قايد سبسي بعد ما كانوا من الناس هذوما اللي قالوا له ترشح. قل لي سي الباجي، قل لي بيضتهم شفت فيهم اللي متبدلوا معناها قدمهم للعالم كلهم، قال بيضتهم بيسوري، قال في الاخر تنكر له وغدروا هذاك. علاش انا عندي موقف واضح حاليا وواضح، لن اعيد تجربه النداء وباش خمسي الاسلاميين والنهضه ربي يعينهم، انا منش استصاري، لن نحكم كان نرجع للسلطه بشكل او باخر مع اذا النهضه. يا خويا سامحني، هما كل واحد حلف معهم غدروه. تعتبر مازال فما حركه نهضه اليوم؟ لا حركه النهضه بشكل الحالي باش تلقى روحك كاين حكومه تحكم معاهم ولا حركه النهضه بشكل الحالي انتهى، بتنظيمها الحالي انتهى، اما الاسلام السياسي مازال موجود في البلاد، لانه موجود في ثقافه البلاد، معناها موجود في ثقافه البلاد. شوف انا قبل ما نخرج من المعهد عملنا سونداج من المعهد، 27% من التوانسه يقول روحهم اسلاميين، اما 3% يقولوا نهضه، 24% يعتبر روحهم اسلاميين ومش نهضويين. يعني هالفكر هذا المحافظ اللي ربما ما عادش فكر الاخوان المسلمين، اما موجود في المجتمع التونسي، ومن حق هو باش تنظم سياسيين، ومن حقي ما انتش معاهم في السلطه. هذا 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 موجود، انا لست اصالي، هذوما الناس موجودين ربي يعينهم ربي يعاونهم، اما انا بلو جامي سا، لان كل واحد قرب لهم غدروا به. ثقافه عندهم راهو ثقافه الغدر موجوده. اليوم انت قلت انا لو كان نحكم لن احكم مع حركه النهضه،
رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد قال لنا ما نحكمش مع النهضة ولا ما نحكم مع حتى حزب. تحكي أنت على طريقة قيس سعيد في الحكم أو كيفاش تقيمها؟ لا شوف طريقة قيس في حرب ما تعرف احنا في تونس البي كانت عنده معارضة فرشيش والهمامة والقبائل وكانوا كل مرة يعمل حاجة يقوموا بالسلاح. بورقيبة كانت عند معارضة اليسار وبرسبكتيف من علي كانت عند معارضة كنت معارضة اليوم لا توجد معارضة كانت توصف بالكرتونية فما موقف الرسمي ما عادش معارضة يعني ما عادش حزب يعني اليوم في حكم جديد ما نعرفوش في تونس. انت اليوم شنو تعتبر روحك ناجي جلول؟ معارض ناشط سياسي اكاديمي فقط؟ شوف انا ناشط سياسي بكل تاكيد معارض مضابين ولا معارض يعني انا اقرب المعارض اما تعارض سياسات تعارض برنامج اقتصادي برنامج اجتماعي برنامج ثقافي احنا عندنا رئيس حكومه عنده شهرين ما تكلمش شكون مش تعارض ما نعرفش شكون نعارض ما سماش ما يتعارض لا سما سياسه واضحه انا مثلا جيت ضد الاستفتاء كنا ضد دستور هدايا كنا ضد اذا البناء القاعد هذا نعارضوا فيه اما فيما بعد بالنسبه لملف التآمر على امن الدوله وما يحصل والفصل 54 معارضه ماكش معارضه الفصل 54 كارثه الفصل 55 معناه كارثه على تدوين تدخل الحبس عمرها ما صارت هذه انا يلزم تلوج الدور الدور تلقاهاش في العالم في العالم الكل في العالم ما فماش بلاد في عاد بن علي كنا ندونا مع عمر كاتسون كات باسي ساعات يتصرف شويه ما يتصرف معنا بشويه انا كنت في البي دي بي وكنت معناها كنت قريب للمعارضه فهمت نعرف ما كنتش معارض كبير يعني انا كنت استاذ جامعي كنت موجود في مؤسسه عسكريه معناها ما عنديش حق باش نقول ما كنت موجود في الصف المقابل اما اليوم ليه شوف نقولها لك انا 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 نحترم القضاء ونحترم الدوله ونحترم مؤسسه الدوله كنت في الجيش معناها التامر عام للدوله يقلقني برشا انا نهار كنت في الجيش هذاك على سماوك البعض من ناقديك وقتها وزير برتبه جنرال وانتقدوا كثيرا انا جنرال في الجامعه راهو استاذ تعليم عالي حتى اصدقائك يعيطوا لك جنرال لا لا انا كنت جنرال في الجامعه راهو ما تعرف كنت جنرال في الجامعه وبالنيشان بتاعي معناه وراهو شهادتي العلميه ما خديتهاش بالكتاب نحكي لك انا شهادتي العلميه على بعض التوجهات وانت وزير تربيه كيما مثلا وقتها خرجت وقمت بالاشاده بصوره وقتها التقطوها الجنود على جثث الارهاب وعملت على اشاعتها في المدارس صحيح هذا؟ صحيح مسؤول ما ندمتش شوف لا حياد مع الارهاب فماش منطقه رمضيه اما معاه وضد ما سماش حياد أنا تربيت في عائلة دستورية في عائلة مناضلة في عائلة هزت سلاح في عائلة عطت دمها لبلاد هادي من احترامي لأجدادي أي نجم على المصغرنا بدون مشاهد دموية شكون قال لك أنا دافع على مشاهد دموية لا نحكي لك على التصويرة هذيك نتاع الجنود لا تصويرة نتاع جندي صغير احتفل بقتل داعشي هي المشكلة أين الإشكال اسمع في حرب 73 تعودها لو كان ما زلت وزير تربية تعودها في حرب 73 الجيش المغربي حماه دمشق هذا للتاريخ قالوا لي كان يعلق شيء من جنود اسرائيل القلوم في 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 قلاته في ماذا شوف كي تبدا في عركه حرب وانا شوف هيستوريان لاغير ما ثماش منطقه رماديه في الحرب تربح ولا تخسر مونتغومري خسرت حربك نيجي جلول مونتغومري شو مونتغومري خسرت الحرب نتاعك تعتبر او مونتغومري في حرب هذيك حدايه شو اسمها مارس هو ويرب هو ورومان جابوا هذه قال لهم دوركم تقتلوا له ماكسيموم تاع انجليز يا رود هذاك قانون الحرب اخي شنو انت داعش مش تقرا له قانون حقوق الانسان هو حب يقتلك ما قلناش معه ولا ضد وإحنا قلنا على كيفاش التصويرة هذه قلت حطوها لصغيراتنا في المكتب وأنا لا نناقش موقفنا من الإرهاب حتى حد ما يناقش كلنا ضد الإرهاب يودي كنا في حرب على الإرهاب نسيت أنا كنا في حرب على الإرهاب تو الناس أنا تحكي على حكومة حبيب الصيد حكومة حبيب الصيد ربحت الإرهاب وربحت داعش اللي حارثها العالم الكل والشعب التونسي شعب مناظر ربح داعش حبيب ما نحتفلش أنا حكينا على سياسة قيس سعيد قلت بأنك ضد إقصاء الأحزاب وضد الفصل 54 ملف التآمر على أمن الدولة والتعاطي في الملف هذا من غير ما ندخله في الحيثية القضائية النهار لا تخرج القضاء ويعطينا علاش
والحيثيات وكيفاش تامروا تنولي نجي معاه. الى حد الان ما خرج حتى عدو قالنا كيفاش تامروا. انا نسمع في ليزابوكا يقولوا دوسي فارغ كو، انا نبقى غادي نهار تاع النيابه العموميه والسلطه يقولون كيفاش واعطونا عليهم حوايج تو ممكن بدل موقف. الى حد الان نعتبرهم مساجين سياسيين ونعتبرهم مساجين الراي العام، وانا متضامن معهم متضامن معهم حتى تكشف حيثيات القضية. بعد كي تبدا انا نشوف انا انسان عقلاني لا اؤمن بالنوايا وما نؤمنش بالحب والكره في السياسه. انا شخص لا نحب لا نكره، انا انسان نؤمن بالعقل. واحنا الفرق بيني وبين الناس الاخرين، جماعه الاخرين نسميهم جماعه العقل المستقيل، انا عقلي ولا جماعه على عقلهم كيما قلت توسم قايل فيهم جرانا، انا عقلي لابس عليه ونمشي بالعقل. ما عندكش جراني ونبقى في عقلي.